السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير وسلامه. هذا هوم وورك بشمهندس على موضوع ديجيتال تو انالوج كونفرتر. انتبه عليه بشمهندس، زين هشرح لك اياه ان شاء الله تكون تستفاد من عنده وتحله. هوم وورك نمبر 4 او نمبر 3، ما اعرف انت يمكن خفايف حسب انتم. المهم فايند ذا انالوج فولتج فور ذا 1 سايكل سيريال بورت انبوت. يعني يقول عندنا فت سيريال بورت بديجيتال، مدخلنا كود، هو مدخل سيريال بورت بكلوك طبعا وانيبل، ويطلع لنا ايش قد الفولتيه مالت الانبوت هذا اللي دخل لنا اياه. انتبه هنا شوي عليه. هذا اول واحد الكلوك. افرض طبعا انت لازم تعرف باللوجيك انه عندنا الكلوك بوزيتيف جوينج ايج ونيجاتيف جوينج، هسه ما هم ما اشرح لك اياها على السريع. المهم اما الاكشن مالتنا يصير كله بالبوزيتيف جوينج او كله بالنيجاتيف جوينج، فهاي خلينا نقول بوزيتيف جوينج. هذا السؤال بوزيتيف جوينج، يعني من الصفر للواحد يصير الاكشن. جوا الانيبل 1 او الانيبل، هذا الانيبل 1 وهذا الانيبل 2 وهذا الانيبل 3، اوكي. هذا هو الكوم بوينت بين 1 بين 2 بين 3، يعني 3 ديجيت كانما بيها ثلاث بنات. هذا الكيبل بيها ثلاث بنات، اربعه منها خمسه من الكيبل، خلينا نقول 3 ديجيت. ما ابسط لك اياها كفكره. هذا شوف الانيبل هذا جاي صفر صاير واحد عند هاي المنطقه، واحد هنا صاير صفر، هنا صاير ايش قد؟ واحد. فانت لازم تفتهم انه هذا الكود اول واحد هذا بهذا السايكل بشمهندس، هذا الكود هو عباره عن هنا واحد صفر واحد، هذا طلعنا الكود مالته. كذلك هذا بشمهندس هذا هنا ايش قد؟ صفر واحد صفر، هنا واحد صفر واحد، بعد ما ادري ايش قد هنا واحد واحد صفر، هنا عندك صفر واحد واحد. هاي سوي لي الكود مالته، هاي بالامتحان شيء خمان اقول لك تعال سوي لي كود مال واحد صفر واحد حل لي. لا تجيك سؤال كلوك وانيبولات، انت كل ما يجي انيبول شوف الكلوك ايش قد تطيح، لوجيك 1 ماكو لوجيك 0 حسب الانيبول. اوكي شكرا جزيلا لك.